ما انت مش عامل حاجه. طيب الامتحان ماله؟ كان كويس، كان متوسط دولار في وسط المتوسط، الرسمة كانت صعبة شوية بس هو كان كويس. الامتحان كان جاي حلو جدا، بس هو علم الاجتماع يعني شوية كان في تريكات، بس هو الامتحان حلو كان سهل يعني. لا الامتحان الحمد لله كان سهل جدا، كان كويس، ما كانش وحش او كان في تريكات تخلي الانسان يفكر كتير، كان كويس، كان نفس مستوى الفلسفة، ما كانش وحش بصراحة الحمد لله. كنت بمتحن جيولوجيا والامتحان كان حلو، ما كانش صعب قوي وما كانش اللي هو سهل جدا، كان في اسئله برده لفه اللي هو رسمتين بس. انت لجان عادي، هو امال شادين ولا مسايبين؟ ما حدش بيتكلم مع حد. لا كانت كويسه، واكثريه اللجنه خلصت قبل ساعه. عاديه ولا شاده قوي ولا يعني مسيبه قوي، عاديه. بس هو احنا لو بصينا جنبينا او اي حاجه بيوقفونا. انا جايبه 120 جنيه.